من أجل فتح آفاق جديدة للتكنولوجيا ومكننة الاقتصاد الوطني المستدام، بل ورفع مستوى التحدي والمنافسة الإقليمية والقارية، ولما لا ربما العالمية أيضا، السعودية تواصل دعم استثماراتها بمدينة نيوم المستقبلية، تحديدا الفرع الذي أطلق عليه لقب مستقبل التصنيع المتطور، وبهدف إحياء وتطوير ثورتها التكنولوجية، فإن آخر مفاجآتها هي تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، التقنية التي تفجرت شهرتها على الصعيد العالمي خلال فترة وجيزة حطمت خلالها المعايير التقليدية، حتى إن ناسا قد أبدت رغبتها الشديدة في الاعتماد عليها بشكلها الجديد خلال مهامها الفضائية. أما على أرض الواقع فإن السعودية وعلى غرار كبار العالم أمثال أمريكا واليابان قد انطلقت بالفعل في استخدام الطباعة الخرسانية الثلاثية الأبعاد، بينما لا يزال العرب يتساءلون حول إمكانية تشييد منزل خلال 24 ساعة من عدمها. هل يمكننا فعلا ذلك حقا؟ أم أنها مجرد دعاية سعودية لا طائل منها؟ حسنا، هذا موضوعنا لليوم، لذا فعل الاشتراك وتعال معنا في رحلة المليوني مشترك. اختراع ثوري وصعود صاروخي. اختراع عرف تطورا خارقا منذ سبعينيات القرن الماضي ولغاية هذه الساعة، بما أن الظهور الأولي لشكل الطابعة الثلاثية الأبعاد كان عند اختراع الطابعة النافثة للحبر عام 1976، قبل أن تتطور الفكرة عام 1981 إثر ولادة جهاز النماذج الأولية السريعة، إلا أن المخترع تشاك هال قد أخذ الموضوع لمستوى أعلى مما كان عليه حينما أنشأ تقنية ستيريوليثوغرافي، أي الطباعة الحجرية المجسمة، سنة 1984، وهي الجيل الأول من الطابعة الثلاثية الأبعاد المعتمدة حالياً في شتى بقاع الأرض، والتي تحدثت عنها وكالة الفضاء الأمريكية سابقاً قائلة: أثبتت الطباعة الثلاثية الأبعاد أنها الحل الأنسب لإرسال بعض المعدات الضرورية إلى محطة الفضاء الدولية في زمن قصير، بيد أن هذا ليس بالأمر الصادم حقاً كون هذه التقنية تتميز بقدرات كامنة غير معتادة. فوفقاً للخبراء تحظى الطباعة الثلاثية الأبعاد بإمكانات هائلة ستجعلها عاجلاً أم آجلاً واحدة من أشهر التقنيات من حيث مدى تأثيرها على رفاهية حياتنا. ولكن ولفهم هذه التكنولوجيا الحديثة بشكل أفضل، فعلينا التعرف على طريقة اشتغالها التي تعتمد على ثلاث مراحل متتابعة تكون بدايتها مع الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، وذلك لمسح الشكل المراد تصميمه قبيل تدخل المصمم لإدخال التعديلات التكميلية لضمان حسن تسيير العملية برمتها. وانتقالا للخطوة الثانية، فإن الماسح الضوئي يكون بذلك قد أنهى تحويل الشكل إلى ملف رقمي، سيتحول هو كذلك إلى منتج حقيقي عن طريق الطابعة الثلاثية الأبعاد خلال المرحلة الأخيرة، وتتم عملية الطباعة عموما عبر حقن المادة المختارة للتصميم في سخان حراري يعمل على إذابتها لتسهيل تشكيل المنتج طبقة تلو الأخرى وفقا لطريقة البناء الرأسي، بيد أن إمكانيات الطابعة ثلاثية الأبعاد لا تقتصر على تصميم الأشكال البسيطة أو الصغيرة، وبعيداً عن كونها تختصر الكثير من الوقت والجهد مع توفير مصاريف العمالة ومواد التصنيع، فإنها متعددة الاستخدامات، حيث إنها تستخدم لتحضير الهياكل في قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران والفضاء، بالإضافة لمجال الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، وكذلك ميدان البناء والمنشآت. ولتبسيط الأمور أكثر، فإن تقنية 3D Printing، أي الطباعة ثلاثية الأبعاد، تتلخص في عملية تحويل نموذج ما أو تصميم رقمي إلى منتج حقيقي ملموس. أما فيما يتعلق بحجم السوق العالمي للطباعة الآلية ثلاثية الأبعاد، فإن الدراسات تحض على الاستثمار بجدية بهذه التكنولوجيا لاحتكارها والتفرد بها، إذ لك أن تعلم أن حجم هذا السوق يقدر في الوقت الحالي $230 مليون أمريكي، ومع بلوغ سنة 2029 ونموه بمعدل سنوي مركب قدره 36.49%، فإن التوقعات ترجح كسره لحاجز $10 مليارات، وذلك نسبة لتزايد اعتمادنا على الروبوتات والذكاء الاصطناعي فوق المبالغ الخيالية التي تستثمرها الدول المتقدمة سنوياً في قطاع البحث والتطوير. في ظل سيطرة شركاتها الغربية على هذا السوق الضخم،
وبناء على هذا فإن الطباعة ثلاثية الأبعاد في طريقها لاحتلال طليعة الثورة الصناعية الرابعة عما قريب. طباعة المباني المستوى التالي. كما ذكرنا آنفاً فإن من جملة تفرعات تلك التقنية هو قطاع التشييد، وهو المجال الذي شهد تطوراً كبيراً على مدار العشرية الماضية خاصة، إذ قد تحول الحلم والخيال العلمي إلى حقيقة بالفعل لتكون لحظة فاصلة في تاريخ التنمية على مستوى المجتمع، كما وصفها جيسون بالارد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ICON، إحدى الشركات المتعاونة مع شركة بناء المنازل الأمريكية لانر وشركة الهندسة المعمارية الدنماركية بياركي لينكس جروب، ضمن مشروع ضخم جدا في تكساس يدعى وولف رانش، يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى بناء أكبر حي في العالم متكون من 100 بيت بتقنية الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد، علما وأنه على الرغم من عدم اكتماله بعد إلا أن بعض المنازل الفاخرة قد بيعت بالفعل. ويندرج هذا المشروع الأمريكي ضمن استراتيجية وضعت خصيصا لحل أزمة السكن، إذ بالإضافة لمساهمة هذه التكنولوجيا في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ونفايات البناء، فهي توفر حلاً أرخص ثمناً للمواطنين غير القادرين على دفع رسوم المنازل التقليدية، وهو ما أكده بالارد حينما صرح قائلاً: في المستقبل رهاننا أن هذا سيكون أفضل أمل للبشرية لحل سكني يتناسب مع قيمنا. يأتي ذلك على غرار الإنجاز البارز الآخر المتمثل في أكبر منزل مطبوع بشكل ثلاثي الأبعاد، وقد تم الانتهاء منه خلال 48 ساعة فقط بفضل الشركة الأمريكية SQ4D. السعودية تقود الثورة العربية. مع ظهور تكنولوجيا الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد وانتشار قطاع البناء والمنشآت 3D، لطالما تساءلت الشعوب العربية وسخرت من نظرية بناء الإنسان لمنزله خلال 24 ساعة، أو استثمار واحتراف الدول العربية لميادين تلك التقنية الثورية، بيد أن السعودية قد سبقت نظراءها لتجيب العرب أخيراً وتثبت لهم عكس تصوراتهم خلال سعيها لتوطين هذا القطاع الصناعي والظفر بالصدارة الإقليمية والعربية، فهي التي اشترت أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم قبل 5 سنوات من الآن، ضمن خطة مدعومة برؤية 2030 تستهدف استغلال تلك الطابعة لتشييد 1.5 مليون منزل، علما وأن المسؤولين السعوديين قد تمكنوا بالفعل في مطلع السنة الماضية من إنجاز أول بناية في عالم البناء المستقبلي بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. هذا وقد أكد ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الإسكان السعودي على سعي المملكة لتحفيز الاستفادة من التقنيات الحديثة بغية تحقيق الرفاهية لمواطنيها، وهو النهج الذي واصلت العمل عليه منذ ذلك الوقت وإلى غاية هذا اليوم، إذ لك أن تعلم أن مدينة جدة وفي إطار مشروع الجوهرة وبعد 6 أشهر من العمل الدؤوب قد شهدت افتتاح أول جامع في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك خلال شهر مارس الأخير وفوق مساحة قدرت ب5600 متر مربع. هذا وقد أطلق عليه جامع المرحوم عبد العزيز عبد الله شربتلي، كونه قد أنشئ بمبادرة من زوجته سيدة الأعمال السعودية وجنات محمد عبد الواحد. فما رأيك بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد؟ وهل تنوي استخدامها لبناء بيتك؟